يراسلون ان تي في. من هشام خريجة كلية التجارة، يعني تخصصها الدراسي بعيد عن الفنون، لكن ميولها الإبداعية كانت الدافع اللي خلاها تفكر في فكرة التشكيل بالصلصال الحراري. فكرة الصلصال الحراري جت لي من سنتين. كنت عايزة أعمل هدية لخطيبي، كان هو مسافر، فأنا عايزة أعمل له حاجة تفضل معايا يفتكرني بيها. فشفتها على الميدالية على الفيسبوك وعجبتني الفكرة، فبعتت البنت عشان تعملها لي. قالت لي لا، ده لسه كمان شهر، وأنا كنت مستعجلة عليها جدا. فقعدت أعمل سيرش على جوجل أو على اليوتيوب عشان أعرف إيه الماتيريال، إيه أشكل إزاي بيها، لحد ما عرفت. أبرز الأدوات اللي بتستخدمها منا أدوات التشكيل وأدوات التنقيط وأدوات النحت والقطعات ونشابر الأشكال، وكل ده علشان تطلع أشكال من الصلصال الحراري اللي بيختلف عن الصلصال العادي إنه بيحتاج ينشف في الفرن. النهاردة هعمل شكل كتاب. في الأول بعمل قطعة مربعة، بعدين فوقيها بقى اللي هو الغلاف، بفرد صلصال حتة كبيرة وبقص على شكل الغلاف، وبعدين بشكل بقى لو عايزة أعمل شكل أو عايزة ألزق عليه مثلا اسم رواية أو حاجة، بحطه بعد كده في الفرن. بس الفرن يفضل ان هو يكون فرن خاص بالصلصال نفسه، يعني في مقالات نزلت قالت ان هو بيطلع أبخرة سامة، فيفضل ان هو يبقى مش نفس الفرن اللي بنستخدمه للأكل. الصلصال الحراري بيشبه عجينة السيراميك في الشكل، لكن في اختلافات كتيرة جدا ما بينهم، زي الجودة والصلابة والمقاومة للمية، وده اللي بيخلي الشكل النهائي مع إبداع منا الفني يكون الشكل المميز ده. مراسلونا تان تي في.